الاخر العظمي او الاوستيونيكروز خاصنا نعرفوا انه راه تيسبب الم كثيره واحد المعاناه كثيره للمرضى. المرضى كيكونوا ياخذوا واحد الادويه بصفه مستمره كلها تسبب نوع من الهشاشه في العظام او في الاسنان. كاينين شي حوايج اللي تيقدروا يثير الانتباه ديالنا، خاصه اذا كانت عنده اون سيشريس بوكال ولا شي واحد عنده اون بوليكاري بزاف ديال التسوس. هاد الدوار شنو هما الاعراض ديالو؟ يعني انه مثلا انا كنكون واقف وكنحس بالحيط كيدور بيا، ولا كنحس داكشي اللي حدايا كله كيدور بيا. الورشة مهمة على الورم ديال البروستات، لانه كتعرف ان الورم الاول اللي كاين عند الرجل. الوغ النخر العظمي بصفه عامه ولا لوستيونيكروز ديال الفك ولا لي ماشوار هو موت الخلايا العظميه المكونه للفك، وهذا الموت تيجي نتيجه النقص اولا انعدام التدفق الدموي في منطقه الفك. علاش تيجي النخر العظمي للفك؟ عندنا ثلاثه ديال المسببات الاساسيه. اولا تقدر تكون اصابه شديده في الفك، ثانيا تقدر تكون علاجات اشعاعيه لمرضى السرطان في منطقه، خاصه في منطقه الرقبه والراس، ستادير لا راديوثيرابي دوكو اي دو كران. ثالثا يمكن المريض يكون خدا جرعات وريديه عاليه من واحد الماده معينه سميتها البيفوسفونات، بيفوسفونات اون انترافينوز او لا بارفا اورال. الوغ جينيرالمون الاطباء المعالجين تيوصفوا البيفوسفونات في حالات مرضى السرطان اولا في حالات هشاشه العظام. وهاد البيفوسفونات لا تخدات عن طريق الفم لمده طويله جدا اولا لا تخدات عن طريق جرعات وريديه اون انترافينوز تيمكن لها تسبب بالنخر العظمي، وخاصه للمريض قام بعلاج الاسنان اولا قام بجراحه في الفك ديالو وما علمش طبيب الاسنان انه تياخذ هذه الادويه ولا تعطل هذه الادويه. السلام عليكم، كي دايره لاله؟ لاباس عليك؟ كيف بقيتي شويه؟ الحمد لله صحيحه شي شويه؟ الحمد لله الالام نقصوا شويه الحمد لله. تفضلي. الحمد لله تفضلي. السيده اللي عندنا تتعاني من واحد النخر العظمي ولا لوستيوغاديونيكروز. الوغ هاد السيده متبعه لي ميديكامون ديال البيفوسفونات، هي ما كانش عارفه انه هاد الميديكامون كان عنده خطر كبير ولا يقدر يدير مضاعفات كبيره، ومشات حيدات واحد السنه ديالها واحد الضرس اللي كان خصو يتحيد بلا ما تعلم الطبيب المعالج انها تاخذ هاد البيفوسفونات. المضاعفات كانوا مالوغوزمون كبار لانه ما كانش الطبيب ما كانش عارف انه خاصه تحبس هذاك الدواء ولا خصو يدير له دوزاج ديال البيفوسفونات ولا كيفيه التعامل مع هاد الحاله هادي. مع الاسف ما براش ليها الجرح ديال ليكستراكسيون، ما براش ليها دغيا، دونك كان عندها واحد انكشاف العظم، الام كبيره، انتفاخ في اللثه وفي لي ميكوز اللي محاطين بهذا بالمنطقه ليكستراكسيون. ودابا تنديروا لها دي سيونس ديال لازير باش نعاونوها بلا سيكاتريزاسيون تكون اسرع ان شاء الله، وتنقصوا لها الالم اللي عندها. الوغ من بين الاعراض اللي تكتشفها المريض واللي تيجي يعاودها لطبيب الاسنان ولا الطبيب المختص في جراحات الفم، اولا الم شديد في العظم، ثانيا عدم القدره على الاكل ولا عدم القدره على المضغ، رائحه كريهه في الفم، جفاف الفم، الانتفاخ، وجود القيح، هي مجموعه من الاعراض تيعاني منها المريض وتيجي يعاودها لنا كحنا كاطباء الاسنان. الفحص السريري ديالنا تيبين لينا انه كاين انكشاف ديال العظم، يعني انني انا كطبيب اسنان غادي يبان لي العظم بالعين المجرده. وجود التهاب عام في اللثه اولا في الانسجه الرخويه المحيطه بهذيك المنطقه، يعني اون انفلاماسيون جينيراليزي في لاجونسيف اي في لي ميكوز. وجود تصريف ديال القيح، وجود لي كراتير اوسوز او ما يسمى بالافات. اما الفحص السني اللي هو لاغاديوغرافي تتبين لنا انه كاين وجود كسور، تقدر تكون كسر واحد ولا كسور متعدده في الفك، كذلك وجود اصابات ثانويه، استاجر انه مثلا جا النخر العظمي في واحد المنطقه وتقاست تعادت لنا منطقه واحده اخرى في الفك.
عندي واحد الدرس كضرني مشيت عند طبيب اسنان باش نحي باش نحيدها. ملي حي مشيت عنده اللي كنت راني ديجا كنشرب واحد الفني ديال الهشاشه و 4 سنين انا كنشربه. ملي سميتو مرض لي العظم ديال سميتو ديال الاسنان جيت عند الطبيبه. ملي جيت عندها قالت لي كان عليك تعلمي الطبيب بلا انا كنشرب الدواء ديال الهشاشه. ملي جيت عندها بدات معايا هي لازير ديال سميتو بابي كنحس بتحسن شويه ديال العظم ديالي ما بقاش كيعطيني الصداع الالم ديال سميتو ما بقاش كيعطيني الالم. هي هذيك الحمد لله ما بقيت كنحس بها شي حاجه شويه شويه نهار على نهار راه بخير. الوغ الحمد لله الحصه ديالنا اليوم كملناها داكو وبان لي الحمد لله كاين واحد التحسن غادي تحسي به عاوتاني اليوم من بعد هاد الحصه هادي وان شاء الله نشوفك من دابا يومين باش نديرو الحصه الثالثه ان شاء الله. الحمد لله ان شاء الله كملي الدواء ديالك الدواء اللي تاخذيه كملي وان شاء الله غادي يكون خير. الحمد لله لاباس عليك لاله سلام مع السلامه. السلام عليكم. السلام. مسخير لاله لاباس كلش بخير؟ على شنو هو اللي جيتي عندي اليوم؟ جيت غير باش نشوف سناني عندي هشاشات العظام. اها وكنت ناكل واحد الدواء زعما بخاسك 20 عام. اها وحسيت بان عندي هشاشات العظام واخا نديرو دابا واحد الاكزامان كلينيك نشوفو السنينات ديالك ونرجع لك في بعض. واخا قالوا لك بانه هاد الدواء الا كنتي غادي تحيشي سنه خصك تاخذ الاحتياطات ولا عمرك الطبيب قال لك؟ لا ما قال لك لانه هاد الدواء اللي تتاخذ فيه سميتو البيفوسفونات وهذا عنده علاقه مع الـ مع الـ مع الا كان شي تحياد ولا شي حاجه تيقدر يعطيك واحد العواقب ديال على الفم ديالك. دونك هنايا النصيحه ديالي غادي ناخذوا حنا الاحتياطات اللازمه ما خدت عندك شي سنه خصك تحيدو وغادي نطلب لك دابا واحد ليكزام راديو واحد لا بانوراميك باش نشوف لك العظم ديال سنانك. دونك هنا على حسب الاشعه ديالك خاصنا مجموعه ديال الاسنان اللي خصنا نحيدوهم لانهم مرض. دونك خصنا ناخذ الاحتياطات اللازمه. اول حاجه غادي نديروا مجموعه تحاليل باش نشوفوا التاثير ديال الدواء اللي تتاخذ عندك ومن بعد غادي ناخذوا مجموعه ديال الاحتياطات باش نحيدو لك الشيء. دابا في الحاله ديالك ما يمكنناش نديروا زراعه الاسنان لانه لو ريسك ديال لوستيونيكروز عندك كبير. دونك غادي نحاولوا غير نحيدوا داك الاسنان بواحد الطريقه الاتروماتيك باش نتحيدها بطريقه سهله باش ما يكونش عندها التاثير ديالها. ومن بعد غادي نحاولوا نعاودوا لك الاسنان بواحد الطريقه ديال لاباري اللي تركب واللي تتحيد لانه في الحاله ديالك صعيب علينا باش ندوز لها باقي الاسنان. جيت عند الطبيب باش نصوب سناني وباش نعتني بهم ومني سالني وقال لي على شنو الدواء اللي تاخذ قلت له الدواء اللي تناخذ ما كنتش عارف ان عنده تاثير. جاوا قال لي راه عنده تاثير على سنانك ودابا خاصك ندير مجموعه ديال التحاليل ومن بعد عاد نعرف شنو غادي ندير. الطبيب المعالج هو اول واحد تيكون عنده الدور ديال التحسيس والتوعيه للمريض ديالو وخاصو ضروري يادريسي هاد لو باسيون ديالو طبيب الاسنان. علاش؟ طبيب الاسنان خاصو يكون جميع العلاجات الضروريه قبل ما نبداو العلاج ديال الهشاشه ولا العلاج ديال السرطان باش تنتفاداو اننا يكونوا عندنا مشاكل في مرحله العلاج اولا من بعد العلاج اللي يمكن لنا يتسبوا لنا في هذا النخر العظمي. المريض بضرورته هو عنده مسؤوليه كبيره لانه من تيمشي عند طبيب الاسنان خاصو يعلمو بجميع الادويه اللي تتناول جميع الفحوصات اللي كندار ولا العلاجات اللي كندار. مثلا كما شفنا في لاباسيونت اللي عندنا نسات انها تعلم طبيب الاسنان ديالو ومن بعد كانوا مضاعفات كبيره اللي صعاب انه تعالج. دونك المريض حتى هو عنده واحد الدور كبير في هذه المنظومه هذه لانه خاصو يكون واعي اشنا هما الادويه اللي تياخذ اشنا هما المضاعفات اللي يمكن له تسبب ليه واشنا هما العلاجات الوقائيه اللي خاصو يدير قبل ما يبدا لي تريتمون. السلام عليكم. تفضل. ولدك متبع عندي على واحد المرض مزمن وهذا المرض كما كتعرف راه كيستلزم علاج طويل المدى. هذا العلاج مع كامل الاسف عنده الجوانب الايجابيه ولكن عنده جوانب سلبيه. التاثير ديال هذه الادويه كيمكن
تعطي هشاشه ديال العظام، كيمكن تعطي اشكاليات في الفك. لذلك غادي نوجد لك التقرير باش تعطيه للطبيب ديال السنان باش يكون على درايه بهذه المعلومات هذه وياخذ هو الاحتياطات اللازمه. هناك بعض الحالات كيكون المرضى عندهم امراض مزمنه، وهذه الامراض كتستلزم علاج طويل، وكيكونوا ياخذوا واحد الادويه بصفه مستمره او مره او مرتين في السنه. هذه الادويه كيمكن لها تسبب في نوع من الهشاشه في العظام او في الاسنان او في الفك. فلما كيمشيو هاد المرضى عند الطبيب ديال الاسنان لاي علاج كان نوعه، فخصهم بالضروره يرشدوا الطبيب على انهم كيستعملوا واحد الادويه وبانهم مراقبين من طرف طبيب اخر، واذا اقتضى الحال كتخصهم يقوموا بواحد الفحص اولي عن الطبيب الاختصاصي باش يعطيهم تقرير اللي غادي يستافد منه الطبيب ديال الاسنان باش يكون العلاج مجدي وما يكونش عنده واحد خطوره على الحاله الصحيه ديالهم. كاين حاجات واحد اخرين هما بعض الحالات اللي تيكون عنده اشعه على على على, على الوجه. كاين شي وحدين اللي تيكون عندهم ان كونسير ديال التيتيكو تيكون داير واحد لا راديوثيرابي، وهنايا واخا من بعد العلاج تيخد 5 سنين 6 سنين 7 سنين بعد العلاج تيبقى ديما داك لا راديوثيرابي في الوجه تكون عندها علاقه مع هذا المرض اللي هو لوستيونيكروز. دونك هذا من ناحيه ديال لانتيروغاتوار. ثاني حاجه هو لا كونسلطاسيون. لا كونسلطاسيون حتى هي مهمه باش لان كاينين شي حوايج اللي تيقدروا يثير الانتباه ديالنا، خاصه الا كانت عنده اون سيشريس بوكال ولا شي واحد عنده اون بوليكاري بزاف ديال التسوس. فهاد الحالات حتى هو الحاجات اللي يمكن تثير انتباهنا باش المجموعه ديال الامراض اللي يمكن تكون. جو سامية صافا لاباس عليك؟ تبا بيان؟ سا تفاس بيان؟ كي بقيتي شوية؟ صافا ايه بيان سوبر الحمد لله. با فيغ ان تي كونترول. انا دارت واحد العلاج بالاشعة. قبل ما تبدا العلاج بالاشعة درنا دي سوان كومبلي ديال لابوش، حيدنا التسوس، حيدنا كان امراض التا حيدناهم. دابا من بعد العلاج بالاشعة غناخدو واحد لومبخان ديجيتال باش نصوبو دي غوتيير فلوري. هاد لي غوتيير فلوري كيمكنونا من زيادة صلابة الاسنان والوقاية من التسوس والتهاب اللثة. العظمي الإشعاعي المنشأ أولا لوستيوراديونيكروز هو من المضاعفات الخطيرة اللي تتوقع لمرضى السرطان اللي تعرضوا أو اللي خداو علاجات إشعاعية خاصة في منطقة الرقبة والفك. هذا الإشعاع هو تيقيس بطريقة دقيقة تمشي للخلايا السرطانية، ولكن يمكن له يأثر على الخلايا العظمية الطبيعية ويؤدي إلى تلف في الحمض النووي، وبذلك يؤدي إلى موت ديال الأنسجة العظمية. تيوقع اكثر هذا النخر العظمي في الفك السفلي لانه بطبيعته ما فيهش الاورده ولا ما فيهش الاوعيه الدمويه اكثر بالنسبه للفك العلوي. اي علاجات ضروريه خصنا نقوموا بها قبل ما نتعرضوا للعلاج بالاشعه ولا ناخذوا الادويه ديال البيفوسفونات. ضروري هذه المرحله تقوم وتنديروا واحد لي غوتيير دو بروتيكسيون فلوري اللي غادي نشرحوا لكم وغادي نوري لكم من بعد، ضروريين باش نحاولوا نقويوا الاسنان ونيفيتيو اي عرضه للتسوس اللي غادي تجي في مرحله العلاج. كذلك ضروري المواكبه، حنا كطبيب اسنان مفروض علينا اننا نديروا المواكبه ديال هذا المريض، سورتو لا عارفين انه تيدير الاشعه العلاجات بالاشعه ولا تيدير هذا لي تريتمون ديال البيفوسفونات. ضروري المريض يجي يدير واحد الفحص مينيموم 3 مرات في العام. On a pris l'empreinte digitale
D'accord. Là, on va le voir avec le logiciel pour sauver les gouttières. Maintenant, on va faire l'impression 3D et puis réalisation des gouttières sur l'impression 3D. كما كنكونوا خدينا لو سكانير للمريض ديالنا اون امبورت كاع دوك المعلومات سور لورديناتور باش كنصاوبوا لو موديل نيميريك كيكون فيه لو ريزيرفوار ديال لا غوتيير. كما كتلاحظوا معايا كنكرييو ان اسباس بور لو جيل فلوري سور كاع لي فاس فيستيبولير ديال لي دون بور ابري كن بور لامبريسيون ديال الموديل ديالنا و باش من بعد كنديروا لا كونفيكسيون ديال لا غوتيير اللي فيها لي اسباس بور لو جيل فلوري. Donc, l'achar qui atteint qui connaît le résultat, donc c'est un modèle imprimé en 3D avec la gouttière qui fait le réservoir de gel fluoré, qui est atteint au lumière de la l'achar, parce qu'il recube cette gouttière 5 tous les jours. Voilà, la gouttière elle est prête. Excellent. La gouttière elle est très bien adaptée. D'accord. Voilà. Elle a mis le gel, il y a le gel fluoré ici. D'accord. On va le dire en bouche 5 minutes par jour. Bonne journée. On se voit un petit compte rendu, Inch'Allah, dans 2 semaines. Merci. Merci. D'accord. Bonne journée. هذا النخر العظمي او لوستيونيكروز خاصنا نعرفوا انه راه تيسبب الم كثيره واحد المعاناه كثيره للمرضى، راه ما تيبقوش قدروا ياكلوا، راه ما تينعسوش، راه الم كاين كثير بزاف. وحنايا كاطباء راه لي تريتمون اللي عندنا تغير دي تريتمون بالياتيف، يعني تنحاولوا نخففوا من حده هذيك الالم زعما بقدر المستطاع. يعني ضروري انه نوعيو الساكنه، نوعيو الناس كلهم يعرفوا انهم لا تعرضتي لهذا النخر العظمي ولا شي حد من عائلتك تعرض لهذا النخر العظمي، فو بخوند لي شوز او سيريو، خاصنا ضروري نمشيو عند الطبيب المختص للعلاج، وما نحبسو من هذوك لا ندير غير شويه العشوب من هنا ونمضمض به من هنا وغادي تبرا وغادي نولي بخير، ضروري هذا الشيء ناخذوه بعين الاعتبار وناخذوه بجد، لانه تيمس بالصحه ديال المواطن ديالنا وتيمس بالصحه العامه ديال المواطنين في المغرب. اهلا بكم. الدوار ولا الدوخه هما جوج ديال المصطلحات اللي مختلفين تماما، بحيث انه الدوار كيكون ناتج على مشاكل في الاذن الداخليه، مثلا التهاب ديال العصب السمعي اللي كيكون في الاذن الداخليه، ولا بعض الامراض اللي كتصيب الاذن الداخليه مثلا مرض مينيغ اللي كيوليو يحسوا الناس انهم كيجيهم واحد الدوار، ولا ايضا الدوار الموضعي اللي كيقدر يصيب الناس المسنين اللي السن ديالهم كيتجاوز 65 سنه، وهاد الدوار كيبان مثلا ملي كيغيروا الوضعيه ديال الراس ديالهم. هاد الدوار شنو هما الاعراض ديالو؟ يعني انه مثلا انا كنكون واقف وكنحس بالحيط كيدور بيا، ولا كنحس داكشي اللي حدايا كله كيدور بيا، ولا كنحس انني انا براسي كندور، هذا هو اللي كنسميه الدوار. اما الدوخه فهي كتكون ناتجه على عده عوامل اللي كتخلي انه التدفق ديال الدم كيكون قليل وما كيوصلش بكميه كافيه على مستوى الدماغ، وكاين مجموعه من الامراض اللي كتكون مسؤوله على هذا الشيء، مثلا هبوط ديال الضغط الدموي، هبوط نسبه السكر في الدم، مرض الانيميا ولا فقر الدم، ايضا الجفاف بالنسبه للناس اللي كيتصابوا بواحد الاسهال اللي هو مزمن ولا قيء اللي كيكون مزمن، وكاين مجموعه من الامراض الاخرى اللي كتقدر تاثر على القلب ولا مشاكل ايضا في القلب، مثلا الناس اللي عندهم ضعف ديال عضلات القلب ولا مشاكل في الصمام ولا مشاكل اخرى اللي كتاثر على نبضات ديال القلب، مثلا ارتفاع نسبه الكوليسترول ولا اختلال في عمل ديال الغده الدرقيه. اذا الدوار والدوخه هما جوج ديال الحوايج اللي تماما مختلفين، وكل واحد فيهم كيكون عنده اسباب اللي كتكون خاصه به. موضوع جديد الحلقه المقبله من فقره حمي نفسك الاسبوع المقبل باذن الله. الورم ديال البروستات، لانه كتعرفوا ان الورم الاول اللي كاين عند الرجل والورم اللي كيكون اللي كثير، والورم الثاني هو ديال المثانه. كما لاحظتوا ان بزاف التطور كان من ناحيه العلاج الجراحي وكذلك الادويه، خاصه الادويه من ناحيه المنتشر الورم ديال البروستات المنتشر.
وهاد وكذلك مثلا ان مثلا انه معقده الجرحه ديالها وكذلك الادويه اذا مشات للوراء ما خرج. هذا اللقاء كيهم سرطان ديال البروستات وسرطان ديال المثانه، وهاد السرطانات معروف عليهم انهم في المغرب كيتبوا الصداره من ناحيه الرجل، سرطانات الرجل خصوصا البروستات الان اللي كيحتل المرحله المرتبه الاولى عالميا في امريكا اوروبا عند الرجل، وفي المغرب الان كيتبوا الصداره مع بعض سرطانات اخرى. افريقيا وشمال افريقيا عندها خصوصيات اللي ما كاينش اوروبا في امريكا، وعندنا بزاف ديال الورم منتشر ما عندش اوروبا وامريكا. اذا حنا نقدر نديرو بحوث خاصه وتلبينيه البنيه التحتيه ديال الانسان المغربي العربي الافريقي ماشي بحال الاوروبي. اذا خصنا نهضر مع الشركات باش نديرو واحد البحوث العلميه خاصه اللي نقدروا نتميزوا بها كدوله ديالنا المغربيه في هذا النطاق. والاساتذه اللي عندهم تبارك الله بزاف ديال الخبرات من ناحيه 30 سنه 25 سنه في هذا التداوي ديال الورم ديال مساك البوليه خاصه، باش يكون واحد الافاده واستفاده ديال من ناحيه العلميه ومن ناحيه المريض المغربي احسن تداوي. وبهذه الفرصه كنهني البروفيسور ربيع لانه كيمكن جمع ما يسمى بالاخصائي الكبار ديال المغرب في المؤتمر ديالو، سواء سيدات او رجال، ولكن الناس عندهم خبره ميدانيه ماشي بمعنى محضه، وهذا كيمكن من اضافه او اعطاء واحد القيمه مضافه للمؤتمر وحتى المعلومات ديال الاطباء في طور التكوين، وهذا في الاخير كينعكس على المريض المغربي اللي كيستافد مباشره من هذه المعلومات ومن هذه الخبره ديال الاطباء المغاربه.